قرارات وخلاص، انما دلوقتي بقى في راي بيتاخد، في مشاركه في القرار. انا مكمل على طول؟ على طول ماشي، ما كملنا لحد البنوك كده ونخش. طيب اوكي، ايه اللي انت شايف انه المفروض يتحسن؟ هتخش يمين يا شيخ. حاضر، هتخش يمين يا شيخ. اللي شايف يا رويني اللي ممكن يتحسن، ايه اللي ممكن يتحسن؟ الناس تحس بينا شويه، يعني من ناحيه بقى ايه، ان خلاص الفنادق دلوقتي اصحاب الفنادق بقوا ايه، محتاجين مساعده. هو مش المفروض انه في ضرائب اتجدولت، ومفروض انه في مساعدات لفكره الست اشهر بتاعه المرتبات، يعني مش في كذا حاجه حصل؟ والله بس الاجراءات بتاعتها معقده جدا، عشان انا اقدر اصرف دلوقتي الاعانه بتاعه الرواتب او مثلا، او ان انا انا كده تمام صح؟ زي ما احنا او اخد قرض من البنوك بفايده بسيطه علشان اقدر اسد مرتباتي. هي الكلام ده موجود بس اجراءاته معقده جدا، ومعظم اللي قدموا على القروض دي بصراحه اترفض. طب انا هقول لك على حاجه. تمام. المفروض ان انا بكره تمام يعني هيشرفنا محافظ البحر الاحمر لواء عمرو حنفي. تمام. هل هو له علاقه بالمساله دي ولا ملوش علاقه بالمساله دي؟ طبعا اكيد يعني اولا يعني لا طبعا هو اكيد ليه علاقه طبعا، لان اكيد صوته هيبقى مسموع كويس، وهيقدر يوصل صوتنا كلنا للمختصين. انا هفرض دلوقتي ان انت اللي قاعد معاه مش انا. تمام. قول لي على حاجه ممكن تتعمل فتحسن الوضع. عايزين بطريقه ثانيه، عايزين بس الناس عايزين يحسوا بينا شويه كفاءه. احنا دلوقتي في عماله لازم تدفع، وفي نفس الوقت عندنا قرارات ان احنا ما نمشيش اي عماله. أيه. وبنحاول نحافظ عليها قد ما نقدر، بس كويس. في نفس الوقت ما فيش فلوس ان انا ادفع مرتبات. ما عنديش فلوس ان انا اقدر يعني مثلا جم علوا الكهرباء من 1/7 اللي فات. يعني هي مساله تسهيل الاجراءات بتاعه صرف الاعانات دي. سهلوا لي الاجراءات بس بتاعه صرف الاعانه. تمام. ولو في فندق محتاج قرض من البنوك زي ما البنك المركزي. فاهم ده البنك المركزي عامل. انا اسف. البنك المركزي كان اعلن ان هو ممكن ياخد قروض معينه. بصراحه انا اعرف ناس كتير راحوا قدموا ما خدوش حاجه. طيب. وشغالين في الموضوع ده من شهر ابريل ومارس اللي فات. فانا كل اللي انا عايز اوصله بس يعني الناس تحس بينا شويه. انت ما عندكش شغل وجاي تقعد على القهوه ولا ايه؟ لا ده انا هقابل واحد صاحبي هنا. فبس شريف هو ده اللي انا قدامي. رويني اخلص شغل واجي اقعد معاكم. طيب ماشي بستناك. بس بجد ها؟ محمد رويني هو الوحيد اللي ركب التاكسي دلوقتي، ومش هقول له الجمله اللي بقولها كل مره، لان هو دلوقتي ما فيهوش يعني مش هاخد اذنه، الكلام ده هيتذاع. كويس؟ ده رقم واحد. فده القاعده يعني. طبعا. رقم اثنين انه برده مش هياخد رقم تليفونه علشان انا هعرف اوصل له. خلاص؟ بس لازم والله يا شريف، انا مش هقعد 25 سنه تاني عشان اشوف. يلا انت كده بتبوظ الكورونا رويني. يلا مستكش بقى. طيب سلام 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 يا رويني. يا خبر ابيض، ايه الدنيا الصغيره دي.